نعم، متواجدون معكم في جنبات معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول أديبك 2022، وحرص مختلف الشركات سواء الدولية والإقليمية والمحلية على المشاركة في هذا الملتقى العالمي المختص في قطاع النفط والغاز. ومعي في هذه الأثناء السيد كريس تود، المدير العام لشركة دنزو. ويلكم مستر كريس تود. أهلا بك سيد كريس تود على قنوات أبو ظبي، سرنا أن تكون هنا معنا. أولا عرفنا بعض الشيء على شركتكم وبما تتخصصون. شكرا جزيلا على الاستضافة. السلام عليكم. إذا نحن شركة عالمية، لدينا أكثر من 5 مصانع في العالم، 2 في المملكة المتحدة، 2 في تكساس، وآخر في جنوب أفريقيا وأستراليا. نتخصص في تطوير المعدات من أجل الحد من تآكل المعادن، ونقدم مجموعة من الأدوات في القطاع، ونحن نعمل مع أدنوك منذ أكثر من 45 عاما. نحن من أكبر أو من أقدم الموردين لشركة أدنوك، ونقدم خدماتنا أيضا للشركات التابعة لشركة أدنوك مثل أدنوك أونشور وأدنوك الغاز وأدنوك للغاز المسال وغيرها من الشركات التابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها. ونحن نشارك في أديبك منذ أكثر من 15 عاما. كما قلت لي، أنتم تشاركون هنا في أديبك ل15 عاما الآن. كيف ترى تطور رحلة أديبك عاما بعد عام، خاصة أنك شاركت في أديبك منذ 15 عاما؟ نعم بالطبع، كل عام يتطور أديبك أكثر فأكثر. كل عام نشهد تقدما وتطورا، ونعتقد أن هذا العام سيكون أيضا الأكبر. أعتقد أنه في العام 2019 أصبح أديبك أكبر معرض ومؤتمر للنفط والغاز من حول العالم، ونأمل هذا العام أن يكون أكبر من ذلك حتى. أعتقد هذا العام أن العديد من الشركات تشارك هنا، خاصة بعد التعافي من جائحة كوفيد-19 في السنوات الماضية. كيف ترى المشاركات هذا العام، خاصة بعد تفشي جائحة كوفيد خلال العامين الماضيين؟ نعم بالطبع، شهدنا الكثير من التحديات على مستوى الشركات في الأعوام الماضية، ونحن محظوظون أننا استمرينا بالقيام بالأعمال خلال تفشي الجائحة، وتمكننا أيضا من الحصول على بعض عقود المشاريع. إذا تمكننا من تخطي هذه الجائحة، واليوم وبعد انتهاء هذه الجائحة نحن مشغولون للغاية، منشغلون جدا، ونحاول أن نواكب كل ما علينا فعله. نتمنى لكم كل التوفيق السيد كريس تود. متابعينا، هذا السيد كريس تود من شركة دنزو، تحدث عن مشاركتهم وحرصهم على المشاركة في أديبك عاما بعد عام، وعن مدى التطور الذي يشهده المعرض عاما بعد عام. إذن مختلف الشركات تحرص على المشاركة في أديبك كونه الملتقى الأكبر في المنطقة، وأحد أكبر الملتقيات المختصة في قطاع النفط والغاز.